ألم يصل جون بعد؟ كيلوا! ماذا؟ أنت هنا يا جون؟ وأنت أيضاً يا كورابيكا؟ أهلاً يا كيلوا. ليوليو! بل ريوريا! مر وقت طويل، جيد أنك أتيت، لكن ما بك؟ وجهك مملوء بالجروح. ووجهك أيضاً. هاي جوتو، ألم أطلب إليك أن تخبرني عندما يصل جون؟ ماذا كنتم تفعلون؟ أعتذر من تأخري، شاركتهم في لعبة بسيطة وحسب. لعبة؟ ولكنني تخطيت حدود المزاح قليلاً. أنا أعتذر إليكم وأرجو أنكم استمتعتم باللعبة. لقد كان تمثيلك متقناً جداً. هل فعلوا شيئاً ما لكم؟ لا، بل كانوا يمتعوننا لا غير. حقاً؟ حسناً إذن، دعونا نذهب إلى أي مكان، لا أريد البقاء هنا، لأن أمي ستوبخني إن أتت ورأتنا هنا. هاي جوتو، اسمعني، لا تلحق بي حتى لو أمرتك أمي بذلك. أمرك سيدي، رافقتكم السلامة. جون، هيا بنا وداعا. سيد جوتو، ستشعر بالوحدة بعد رحيل السيد كيلوا، أهذا صحيح؟ لا، الخدم لا يكنون مشاعر خاصة لأسيادهم. توقعك هذا غير صحيح يا بني. ها؟ أنت تكذب. جون. والآن في أي يد؟ في يدك اليسرى. ها؟ لا يمكن. بلى، إنها خدعة. العالم مملوء بالأشياء المخادعة يا جون، توخى الحذر. أطلب إليك أن تنتبه على السيد كيلوا. وداعا يا كناريا. تأخرت يا جون. أنا آسف. لنخرج من هنا قبل أن يأتي أحد ويؤخرنا.